في مسجدي في أبها. قال لي يا شيخ أنا كنت ضال وكنت داشر وكنت لاعب وساهي، وهداني الله والتزمت والحمد لله. وقبل كنت في الالتزام، يقول والله إني أمر على الحريم إني ما أطالع فيهم ولا أبغى ريحهم، الآن لما التزمت الشيطان فتنني بالنساء. شوف قدام يوم إنه ضايع جابه من طريق سهل، لكن لما التزم جاه من الطريق اللي إيش اللي توجعه. طبعا حب النساء فطرة في النفس البشرية، جاه من هذا الباب فصار يخليه طالع. يقول فأنا مفتون يا شيخ الآن، ما أشوف مرة إلا لازم أطالع وأروح أصلي، إيش أسوي؟ قلت إذا شعرت بهذا الشعور فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كيف؟ قلت الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صلى المغرب معي وخرج، وبعد العشية العشاء وإذا به في الروضة يصلي عندي، ولما سلم 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 عليه قال جزاك الله خير. قلت إيش؟ قال أنا جيتك في المغرب ووصيتني ورحت أطبق في سوق الذهب، أطبق الوصفة وأدخل أشوف النسوان. يقول كنت قدام فعلا، لكن من يوم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحس يقول إن رقبتي انفكت، أثار الشيطان هو اللي ماسك الدركسون، إذا قلت أعوذ بالله شرد انفكت رقبتي وراح في القسم الذهب، لأن النسوان يجون بالذهب دائما. المهم هذا العداء، أي فعل خير وتريد أن تفعله ثم تجد قوة تمنعك قل أعوذ بالله وافعله. أي فعل شر أو حرام تجد في نفسك رغبة في الاندفاع إليه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحجم.